وفي اليمن كما هو معلوم من دعوة الشيخ الإمام مقبل رحمة الله عليه أثر عظيم ما يزال قائما إلى يوم الناس هذا، ونسأل الله رب العالمين أن يبقيه وأن يثمره وأن ينميه وأن يعظم أثره وأن ينشره. ويعلمون ما لأهل السنة من كلمة وتأثير في الناس، وإنهم لا يخشون من هذا المركز الذي نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما ونور به البصائر والأبصار على يد ذلكم الشيخ الداعية المجاهد الصابر المحتسب الشيخ مقبل أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه ونظر وجهه في جنات النعيم. ما رأي فضيلتكم في من يقول إذا كان الخروج مع جماعة التبليغ بدعة فطلب العلم بدعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقل رب زدني علما، ويقول فمن يعلم أننا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ويقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء الذين يقولون هذه المقالة مكابرون، أما جماعة التبليغ فهم بدعة. نعم جماعة التبليغ بدعة يا إخواننا من أنفسهم. لماذا الخروج 40 يوما؟ وكذلك أيضا التصوف، وكذلك أيضا تعاس الجهل. لا لا يقولون لا تتعلم العلم. نعم نعم يقولون ما أبعد العلماء عن الدعوة إلا العلم. كذبتم كذبتم. الذي أبعد بعض أهل العلم عن الدعوة هي الوظيفة، هي الدنيا، أما العلم فلا. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وأنا أسألكم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم أم ليس بعالم؟ نعم ما من شك أن الإجابة أنه أعلم الناس بربه كما قال هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فهل أبعده العلم عن الدعوة؟ لا، ما أبعده العلم عن الدعوة وعن الجهاد في سبيل الله. وأنتم ما هو الذي أبعدكم عن الجهاد في سبيل الله؟ أنا أخرج لسبيل الله في سبيل الله، تخرج ترجع وقد امتليت بدعة. نعم وماذا وأولئك الذين يخرجون معهم يمكث أحدهم 40 سنة وهو على بدعته؟ فأنا لا أنصح بالخروج معهم، فدعوتهم بدعة وهم أنفسهم بدعة. أما العلم فكذبتم إذا قلتم إنه بدعة. ما أرى هذا إلا جويهل الذي قال هذا، أراه جويهلا. كيف يقول إن تعلم العلم بدعة ويعتبر نورا؟ نعم ويعتبر أيضا العلماء يعتبرون بحمد الله
هم الذين يضعون الأشياء في مواضعها. وماذا رب العزة يقول؟ وما يعقلها إلا العالمون. ويقول إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول غير كتابه الكريم فخرج على قارون فخرج على قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم هذا قول ثور، ما هو قول آدمي، قول ثور يا إخواننا. صحيح الذي يقول إن تعلم العلم بدعة، ثور لا ينبغي أن يخاطب ولا أن يهتم بكلامه ولا يلتفت إليه، والله المستعان. نعم.